السلام عليكم مشاهدين الأعزاء، نقدم لكم اليوم 10 اختراعات رائعة تستحق الشراء. ماك بالب. هذا جهاز مدمج يسمح لك بتغيير المصباح في دقيقة واحدة، ويجعل عملية التغيير أكثر سرعة وأماناً، ويعمل بنفس مبدأ المحولات المغناطيسية. قاعدة الجهاز تحتوي على مدخل مغناطيسي، جزء منه للمصباح وجزء الآخر يلتصق بالمقبس، يسمح لك بوضعهم مع بعض في خطوة واحدة بفضل النيودينيوم المغناطيسي والموصلات البرونزية. فالمقبس يوفر اتصالاً مرناً وآمناً تماماً، والموصل المغناطيسي يعمل مع جميع أنواع المصابيح. يباع الجهاز بسعر 15 دولار. فورتكس. جهاز محاكي يقوم بمحاكاة الظروف البيئية خلال ألعاب الفيديو أو الأفلام. له القدرة على صنع تيار هواء بكثافة ودرجات حرارة مختلفة تسمح للمستخدم بالشعور بالبرد أو الحر أو الرياح كما في الواقع. وبفضل هيكله وحجمه فهو يشبه مكبر الصوت، ويمكن توصيله بأي حاسوب بجوار الشاشة. وبفضل تكنولوجيا خاصة تحلل الصوت والصورة أثناء اللعبة أو الفيلم لمحاكاة الطقس. يمكنك شراء الجهاز بسعر 120 دولار. كوارتز. على عكس زجاجات المياه الدائمة الموجودة في الأسواق، هذا جهاز يستطيع الحفاظ على درجة حرارة السائل، وكذلك يقضي على البكتيريا التي تتكون مع مرور الوقت. عن طريق مصباح أشعة فوق بنفسجية تقتل كل الميكروبات في المياه. ولعملية التنظيف ببساطة، اضغط على الزر الموجود على غطاء الزجاجة، وبعد التشغيل سيضيء المصباح لمدة دقيقة، ودورة التنظيف تعمل كل 4 ساعات، ويمكن شحن الجهاز بواسطة USB، وبعد الشحن يعمل الجهاز لمدة شهر. وبفضل الجدار العازل للحرارة الذي يحفظ الحرارة لمدة 12 ساعة، وسعة الجهاز 525 مللتر. يباع الجهاز بسعر 60 دولار. لودي كيس. هذه الأداة عبارة عن حافظة مطابقة لحافظة الهاتف العادية مصنوعة من مواد البوليكربون لتحمي هاتفك من الصدمات والخدوش. خلفية الحافظة بها 3 أزرار وقاعدة دوارة ب3 كرات معدنية تسمح لك بتدوير الهاتف واللعب به بأصابعك، بالإضافة إلى أنه يوجد لها تطبيق خاص به كل الوظائف وطرق اللعب بها. تباع الحافظة بسعر 20 دولار. أوكسايد. مخترعي جهاز الرؤية الواقعية هذا يدعون أن تقنية هذا الجهاز يمكنك استخدامه ليس فقط في الترفيه، فهو تطوير جديد مبني على زيادة تقنية الرؤية الواقعية ليساعد الأشخاص ذوي النظر الضعيف للتحرك بسهولة والعيش دون عصا أو كلب مساعد. فهذا الجهاز يمكنه ضبط خصائص محددة لكل مستخدم، وتحسين الرؤية وزيادة وضوح وإشراق الصورة والأبعاد التي يحتاجها في الواقع المحيط. سعر الجهاز غير معلن حتى الآن. سترينج بايك.
الميزة الرئيسية لهذه الدراجة المستقبلية هو الغياب التام لسلسلة السرعات. مخترعي الدراجة استبدلوا السلاسل بأوتار لتكون مسؤولة عن تحريكها، والبدال يقوم بشد الأوتار بالتبادل بتدوير وعدم تدوير الأوتار على بكرة في جانب المحور الخلفي. وللتوازن، النظام يعطي قيادة أكثر سلاسة وفاعلية، والدراجة أسرع كثيرا من الدراجات العادية، والدراجة مجهزة ب19 درجة من السرعة يمكن التبديل بينها أثاء القيادة، كما أن الدراجة مصنوع منها 4 نسخ مختلفة في الوزن، وأبسط نسخة منها يبلغ ثمنها $1000. زوام، أداة رياضية تشبه نظارة وقائية تحليلية للاستخدام في حمامات السباحة. هذه الأداة الوقائية مجهزة بشاشة مدمجة بها وحدة صغيرة تقوم بقراءة معدل ضربات القلب، وتسجل أيضا الوقت أثناء التدريب والدهون المحروقة و20 حالة أخرى أثناء التدريب، والبطارية تدوم حتى 4 ساعات. وبعد التدريب يقوم الجهاز بإرسال البيانات للهاتف الذكي عبر تطبيق خاص. يبلغ سعر هذه الأداة $200. بالي، هذا جهاز يشبه السماعات المحمولة، وهو قادر على مزامنة وتشغيل أنواع مختلفة من الموسيقى بجودة عالية في الهواء الطلق. يمكنك توصيل 6 أجهزة بالي اللاسلكية معاً بغض النظر عن حجمها، سواء بالبلوتوث أو أي طريقة أخرى، بفضل نموذج NFC. الأجهزة يمكنها الاتصال آلياً عندما يكونون في مسافة قريبة من بعضهم البعض. وبالنسبة لوظائف الجهاز، لدى الجهاز نظام اتصال واسع النطاق ومكبر وتردد منخفض 5 إنش، يسمح لك باستخدام الجهاز كنظام مكبر للصوت. والنموذج العمودي من هذا الجهاز يكلف $150. يمكنك شراء النموذج بطاقة أقل مقابل $220. أليان، سماعات رأس لاسلكية ومضادة للمياه ذات قدرة خارقة وسعر اقتصادي بالنسبة لنظيراتها، وهي أيضا تأتي مع حافظة شحن تسمح لك بحفظ وشحن السماعة، وشحنة واحدة لها تضمن لك 4.5 ساعة من العمل. والميزة الرئيسية لهذه السماعة هي مكبر الصوت ذو الغشاء الجرافيتي الذي يضمن لك صوتا نقيا جدا. وبفضل 3 فتحات مختلفة الحجم، السماعة تتناسب مع الأذن ولا تظهر منها تماما، كما أنها تفصل الضوضاء تماما. ويمكنك استخدام الزر الذي يعمل باللمس على السمع للإجابة على المكالمات حتى في الأماكن الصاخبة. تباع السماعة بسعر $90. Fly، كاميرا تفاعلية بزاوية 360 درجة تسمح لك بالتقاط صور وتسجيل فيديو بجودة عالية. والجهاز مجهز بزاوية عريضة وذاكرة مدمجة كافية لتسجيل ساعات من الفيديو والتقاط صور عالية الجودة. وفي نفس الوقت، البطارية المشحونة بالكامل تضمن 2 ساعة من العمل المتواصل. الجهاز يملك كل إمكانيات الكاميرا الحركية، ويمكنها العمل على جميع الأسطح، وهي مضادة للمياه، كما يمكن توصيله بالحاسوب عن طريق شاحن مغناطيسي. وأقل تكلفة لهذه الكاميرا $300. كل شيء مشاهدينا الأعزاء،
لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.